طلال شعيبية رئيسة تعاونية نسوية ضحى الموجودة بالإقليم الجديدة، تعاونية نسوية 100%، تأسست في 2001 ديال مجموعة ديال جمعنا احنا عيالات وأسسنا واحد التعاونية باش نستافدوا منها كنساء القرويات ديال الدوار. من بين هاد المنتوجات اللي كتنتج هاد المنطقة الفلاحية الحبوب والقطاني كتنتجهم، احنا درنا التثمين ديالهم وحنا النوب الاولى لقينا واحد الصعوبات، ولكن بفضل وكالة التنمية الفلاحية هي اللي ساعدتنا وشدت بيدينا حتى تستفدنا من تكاوين، هاد التكاوين اللي ساعدتنا على باش نحصلوا على الترخيص الصحي ديال المنتوجات ديالنا، على لابيل كوليكتيف ديال المنتوجات ديالنا، حصلنا على ميداليات ذهبية في مسابقات مع وكالة التنمية الفلاحية، ودخلنا للأسواق، ساعدتنا باش ندخلوا للأسواق الكبرى المنتوج ديالنا اللي ولا معروف داخل المغرب وخارج المغرب. والحمد لله هاد العيالات تبدلوا من أول مرة كيفاش أسسنا التعاونية لحد الآن، اللهم لك الحمد. كنا بوحدنا تعاونية في المنطقة، مي ملي شافونا نساء أخرين ودواور أخرين بداو كيتكونوا تعاونيات أخرين، وهذا الشيء اللي بغينا احنا باش نزيدوا احنا لقدام، نكبروا التعاونية ويستافدوا منها نساء المنطقة، وتزادوا عاود التعاونيات بمنتوجات اللي كتنتمي لهم المنطقة ديالنا. دابا أنا فرحان بالمنتوج ديالنا ديال تعاونيتنا، لأن شلنا في هاد تبارك الله في هاد لومبالاج، حسيت بأن المنتوج ديالي مني ولا في لومبالاج والتيكتاج ديالو هذا، حسيت بالمنتوج كنقول هذا واش منتوجنا واش ماشي منتوجنا، تبارك الله كيبان في صورة أخرى. لو تحسنت الاوضاع ديال هاد العيالات، لان كان العمل فردي ما كانش كيبان وديك المردوديه قليله، مي دابا مني ولات تعاونيه تبارك الله ولات عندهم استفاده ولات واحد استقلاليه ماليه جيده. انا اي امراه كنقول ليها الا خدمتي غتوصلي ولا صبرتي غتوصلي. اللي كنقول هو خاص العيالات القرويات، اي منطقه اللي كتتميز بشي منتوج يبحثوا فيه ويديروا تعاونيات ويتمنوه ويدخلوه للأسواق الكبرى ويعرفوا بالمنتوج ديالهم داخل المغرب وخارج المغرب.